بيان من طلبة الكلية الإكليريكية بعد رفضهم للي فات ده. متذكرين قول بولس الرسول: اكرز بالكلمة واقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وابخ انتهر اعز بكل أناه وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين إلى آخر. ومدينة الطلبة كله متشكر خالص. نعم. لا، امتنع من تدريس اللاهوت ولكن خلاه يدرس انجليزي فقط، يعني فضل مدرس. كان ايه؟ ايوه. معلش، ما بقول المشكلة ان انبا يؤنس كان يثق فيه وما كانش يشك فيه، ادي المسألة. و لان في يوم من الايام كنت في مؤتمر مدرس احد في اسكندرية، مؤتمر للشباب كان بينظمه نيافة الانبا بي من المتنيح. وبعدين اثناء المؤتمر كان واقف انبا يؤنس انبا يؤنس في الغربيه وقال: انا ما وافقش على كلمه انه يقال للاسقف سيدنا، يقال له ابونا، لان سيدنا دي لله بس. فانا كنت وقفت من الكرسي من ورا قلت له: انبا يؤنس، انا عايز اقول لك كلام. مين قال ما وافقش على الكلام ده؟ ده انت في الكنيسة بتقول سادتي الاباء الرسل، تقول ما فيش سيد. بنقول في لحن مرجلجس باشويس بقول جوارجيوس سيد الملك جوارجيوس، ما تقولش سيد. الكتاب المقدس البركة اللي اخذتها يعقوب: كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك. ازاي ما نقولش سيد؟ السيد شيء نوع من الاحترام للكهنة. فطبعا ضحك وقال: طب خلاص اقول ان انا سيدكم وسكت. عرفت مندي ان هو نفسه تأثر بجورج في الناحية دي، لان ده كلام جورج. فانا ابتديت ارد على دي، كان علي ان انا ارد على ايا كان، لان انا مسؤول عن التعليم في الكنيسة، ما اقدرش اسيب خطأ موجود يتقال قصادي واسكت عليه. ان كنت سكت ده طول اناه، لكن مش معناها ان مش معتبر القطع.